السلام عليكم. النهاردة هنعمل محاضرة المراجعة، وهنمشي في مسارين. المسار الأول هنمشي في امتحانات القديمة، والمسار الثاني هيبقى شيت اتنين اللي بيغطي تقريبا الأربعة موديل في الترانسبورتيشن بلان. بالنسبة للتقسيم هنقسم بإن احنا هنبدأ بتريب جنريشن نغطيه، وبعدين تريب ديستريبيوشن، وبعدين مود شويس، واخيرا تريب اساين. خلينا نبدا. بالنسبه للتريب جنريشن دي مساله من المسائل. بيقول consider a new small city shown in the figure. شكله تلاتة زون consists of three زون، ودي النتورك بتاعتها، والترافل تايم بالمينتس موجوده على الشكل. المطلوب estimate generated personal daily trips for base year for each zone using the following equation. طبعا ال produced trips هي ال OI وال attracted trips اللي هي ال DJ. بيقول انها ال OI او ال production بيساوي 1.5 في ال population، وال attraction او ال DJ بيساوي 5 في ال employment زائد 1/10 في ال population. وبيكون relevant land use data is given in the opposite table. The opposite table فيها طبعا land use بالنسبة ل employment و socio economic اللي هي population أو غيره. طيب الحكاية سهلة، بنعوض تعويض مباشر و I بيساوي 1.5 population و 1 و 2 و 3. بنقدر نحسب 1.5 في كل population. نرجع تاني، population عندي هو 9000 6000 و10000 في الثلاثة زونز. بنضرب الموبيليتي 1.5 في البوبيليشن، بيديني تريبس جنريتد بير داي من كل زون. طيب اتراكت تريبس حسب المعادلة، 5 كل employment بيطلع 5 رحلات، بيجذب 5 رحلات، وكمان لان الزونز نفسها فيها population بتجذب جزء صغير جدا من العدد، غالبا البوبيليشن مش جاذب يعني. طيب 5 في الامبلويمنت زائد 0.1 في الامبلويمنت بيديني الاجمالي بتاع رحلات الاتراكتد لكل زون. طبعا عشان نتاكد من كلامنا مظبوط لازم التوتال او اي 13500 9000 15 دول يكون مجموعهم بالظبط يساوي 5900 و20600 و11000. دي مسألة عادية ومباشرة ومفيهاش كلام كتير. طيب هل يا ترى ممكن تيجي بشكل تاني؟ طبعا ممكن تيجي بعدة أشكال، من ضمنهم بدون مشاكل. هنا بيقول لي consider a new small town برضه تلاتة زون، بس مديني بقى مساحتهم. طبعا المساحة دي هنتكلم عنها 5 كيلو في 5 كيلو، ومربوطة بشبكة على شكل حرف T زي ما قدامك، تو واي رايح جاي. بيقول estimate the generated personal daily trips for the year for each zone using the following equation. طيب البرودكشن 1/6 في البوبيوليشن، والاتراكشن 3 في total employment زائد R في الاديوكيشن employment. هنا بيديني تلات حاجات، population تطلع منها البرودكشن، لكن الاتراكشن بيطلع من total employment و education employment. education employment يعني مدرسين واساتذة الجامعة وكده، والمعروف ان دول بيطلعوا اكبر attraction في الزون، على اساس ان كل واحد عنده class او محاضرة او section او غيره. طيب تعال نشوف نطبق ده ازاي. انا عندي R هنا مجهول، يعني اصلحها الاول. اصلحها ازاي؟ لو شفنا ال OI نقدر نحسبها مباشرة، 1/6 population طلعها تطلع 11200 و8000 و12800 للزون التلاتة trips per day. عشان نحسب ال R لازم نساوي الطرفين. يعني ايه الطرفين؟ يعني كل ال O's 1 و2 و3 والدي 1 و2 و3. طيب
انا عندي 1.6 في التوتال بوبيليشن بيساوي 3 في توتال امبلويمنت زائد ار في التوتال اديوكيشن. التوتال اجيبها ازاي؟ اجمع كل البوبيليشن، العمود بتاع البوبيليشن اللي موجود هنا، واجمع التوتال امبلويمنت واجمع الاديوكيشن امبلويمنت. هنا مثلا البوبيليشن مجموعها 20,000 والامبلويمنت مجموعها 6,000 والاديوكيشن امبلويمنت مجموعها 600. يبقى 1.6 في توتال بوبيليشن ده كل البرودكشن هيساوي 3 في التوتال امبلويمنت اللي هم 6,000 زائد ار في 600. ده المفروض يجيب التوتال اتراكشن للثلاثه زون. طبعا المعادله دي سهله، معادله واحده في مجهول واحد، يطلع لي الار بتساوي 23 و33 من 100. ده معناه ان انا كل واحد من الاديوكيشن امبلويمنت بيجذب في المتوسط 23 تريبس، بيرسونال تريبس بير داي. طيب خلاص عرفت المعادله، عرفت الار، اعوض بقى عشان اجيب دي 1 ودي 2 ودي 3 اللي هي تاني 3 في توتال امبلويمنت بس لكل زون زائد 23 33 في الاديوكيشن امبلويمنت برضه لكل زون، بيطلع 13 11 33 7 667 زي ما باين قدامك فوق. لو جمعت كل البرودكشن اوز اللي هو 1 و2 و3 والاتراكشنز اللي هي دي 1 و2 و3 هيطلعوا الاثنين مجموعهم 32,000. يبقى هو ده اللي هيبقى فيه التريب جنريشن اللي هو التوتالز افقيا وراسيا. وكده انا خلصنا التريب جنريشن، لكن عايز انبه لحاجه، حاجتين. الحاجه الاولى زي ما شفتوا ان الار طلعت 23 33، لو جالك مالتيبل تشويس خلاص هتروح لها تقربها، لكن ما جالكش مالتيبل تشويس هيمطلوب منك دايما رقم صحيح، لو رقم صغير يبقى رقم صحيح. نكتب هنا ايه؟ 23. نقرب عادي، اي حاجه اقل من ونص تتقل تتقرب للاقل، اي حاجه اكتر من 0.5 تقرب للاكتر. طلع الرقم بعد كده كبير 1523، قلت لك قرب لاقرب 100 يبقى 1500، 1572 قرب لاقرب 100 يبقى 1600. الكلام ده هيبقى مهم وانت بتحل الامتحان. دي نقطه. النقطه الثانيه، اتكلمنا في المحاضره على انه معنى الاتراكشن ايه. معنى الاتراكشن انه جزء منه بيساوي الهوم بيزد ايدوكيشن، والجزء الثاني بيساوي الهوم بيزد ورك، والاثنين مضروبين في رقم اللي هو بيجيب بقيه البيرفز بتاعت الرحلات. طبعا بتبقى المعادله لها شكل ثاني وهنتكلم عنها في وقت لاحق يعني، لكن ننتهي عند كده عند الجزء ده للفيديو ده ونكمل في الفيديو التاني. السلام عليكم مرة تانية. نكمل كلامنا على trip generation. وده النوع التاني من شكل المعادلات زي ما قلنا اللي قلنا في المحاضرة. البروديوس تريبس بتكون بنفس الشكل، موبيليتي في البوبيليشن وزي ما انتم شايفين تحتها على طول موبيلي في الساعه 1:30. اتراكتد تريبس بتساوي ثيتا افتح قوس الفا في التوتال امبلويمنت زائد بيتا في الاديوكيشن امبلويمنت او التوتال اديوكيشن امبلويمنت. طيب هنا ما بيدينيش، عندي ثلاث متغيرات ما بيدينيش غير هي معادله واحده، وان التوتال بروديوس تريبس بتساوي التوتال اتراكتد تريبس. طب انا عايز معادلتين تانيين، معادلتين تانيين بيجوا من النسب الهوم بيز ورك والهوم بيز اديوكيشن اللي هم هنا 30 و25%. هعمل بيهم ايه؟ زي ما انا في المحاضره ان الجزء الاول اللي بين القوسين الفا في التوتال امبلويمنت ده بيساوي الهوم بيز ورك، رحلات الورك من البيت. طيب الجزء الثاني هو بيتا في الاديوكيشن امبلويمنت او التوتال اديوكيشن امبلويمنت بيساوي نسبه الهوم بيز اديوكيشن. طيب هنا مديني توتال بوبيليشن 20,000، مديني توتال امبلويمنت 6,000، مديني education employment او total education employment ب 600. احنا عارفين ان total produced trips وهي
total trips عموما بتساوي mobility في population هنا 1.5 في 20,000 بتساوي 30,000 trips per day. ال home based work قال لي 30% في 100 من ايه؟ من total trips او total produced trips بيساوي 9,000. هذا الرقم هيساوي الجزء الاول زي ما قلنا بين قوسين الفا في total employment. الفا في 6,000 يبقى الفا بايه؟ 1.5. بنفس الطريقه ال home based education قال لي 25% في 30,000 يبقى 7,500. ده بيساوي الجزء الثاني من بين القوسين بيساوي بيتا education employment 600 بيتا في 600 بتساوي 7,500 يبقى اذا بيتا بتساوي 12.5. ملحوظه بس ان 30% وال 25% مش ثوابت بتتغير وبتبقى جيفن في المساله. طيب ما انا عايز احسب ثيتا، ثيتا لسه ما جاتش، لكن انا عارف ان تركي تريبس بيساوي ثيتا مضروبه في ايوه الفا عرفتها 1.5 توتال امبلويمنت زائد ايوه بيتا 12.5 عرفتها في ديكيشن امبلويمنت. كل ده هيساوي 30,000 اللي هي توتال بروديوس ريبس. في هنا غلطه معلش، 30,000 مش 3,000. طيب يبقى خلاص عرفت 30,000 بتساوي ثيتا في 1.5 في 6,000 اللي هي توتال امبلويمنت زائد 12.5 600 اللي هي ديكيشن امبلويمنت. سهل قوي، اطلع ثيتا بيساوي 30,000 على 16,500 بتساوي 1.82 تقريبا. كده تبقى المعادلة اللي ما كنتش عارفها اللي فيها ثلاث متغيرات بقت معروفة. 1.818 مضروبة فيه افتح قوس 1.5 توتال امبلويمنت زائد 12.5 في الايديوكيشن امبلويمنت. بعد كده اقدر استخدم المعادلة دي مع المعادلة الأولى بتاعت البروديوس تريبس في اني اطلع التريبس الاو اي والدي جي لكل زون. ملحوظه بس، قبل كده طلعنا ال لما يبقى education employment بنقول بتطلع حاجه و20. طبعا هنا 12.5 لو ضربتها بال 1.8 هتطلع كده فعلا. وكمان التريبس بتطلع بالنسبه للتوتال employment بتطلع لو لوحدها بتطلع 5، لو مع الاديوكيشنال امبلويمنت بتطلع 3 طبعا او 3 وشويه، 1.8 في 1.5 هتطلع يمكن اقل شويه من 3. هي دي الطريقه الثانيه لحساب البرودكشن والاتراكشن. خلصنا. ندخل على الديستريبيوشن. هنا بيقول لي دي المساله الاولى اللي كنا اتكلمنا عنها في اول مره وحسبنا لها البوبيليشن والبروديوس ريبس. نكمل في الفيديو الثاني. السلام عليكم. مرة تانية نرجع نشوف الجزء الخاص بالتريبسيوشن. أنا بيقول لي إنه determine the number of personal trips between each zone trip distribution using gravity model، وال KIJ بيساوي 1 والفريكشن given على طول عشان ما تحسبوش 0.2.2.2.1 وهكذا. طيب عشان نعرف إيه اللي هنوزعه، دي المسألة اللي كان فيها ده شكلها، وده كان الـ OI 13500 و9000 15,000، هم دول اللي هيتم توزيعهم بالتريب ديستريبيوشن. وزي ما اتفقنا في المحاضره ان التريب ديستريبيوشن احنا متوقعين انه الحل يبقى بالشكل ده. طبعا لو هتتسال هتتسال على الارقام من الشكل ده. طب تعال نشوف ثلاث جداول، كل واحده على راسها زون واحد، وواحد ب 13.5 وبعدين ب 9,000 وبعدين ب 15,000. دايما في الامتحانات التريب ديستريبيوشن من واحد لواحد، من اتنين لاتنين، ومن تلاته لتلاته بنعتبرهم صفر، ما بيتمش توزيع لهم. هم المفروض يتوزع لهم لكن احنا الحكايه فيها صعوبه شويه فبنفترض الصفر بالنسبه لكم. طيب يبقى بالنسبه للزون واحد هتتوزع لاتنين وتلاته. اتنين وتلاته حاطين الاي جي 20 و6 و11. جت منين دي؟ زي ما اتفقنا في المحاضره ان لو ما ادانيش الاي جي او ما قاليش ان كلهم بيساوي واحد يبقى لازم اجيبهم من الاتراكتد تريبس.
ايوه هنا زي ما انت شايف اترك الكريبس نسبه زون واحد 5900 20600 الاثنين 11000. لو قسمت على 1000 تطلع النسبه 5.9 الى 20.6 الى 11، ويهمني النسب ما يهمنيش القيمه. يبقى نرجع تاني الاي جي بتاعت زون 2 20.6 3 11، هتلاقي في الجداول الثانيه بالنسبه لزون 1 5.9. اوكي، من الجدول المعطى لف اي جي 0.2.2 بالنسبه من 1.2 من 1.3 بضرب اي جي في اف اي جي في كي اي جي، كي اي جي دايما 1، ضربنا 4.12 من 1.2 من 1.3 2.2 مجموعهم 6.3 6.32 بجيب النسبه ما بين كل قيمه 4.12 على المجموع و2.2 على المجموع، طلعت النسب 0.65 0.35. عشان اتاكد لازم مجموع الاثنين دول او ايا كانوا مجموعهم يساوي 1. تمام، هضرب النسب دي في القيمه اللي فوق على راس الجدول اللي هي 13500 في الحاله دي، طلعت 8775 و 4725. عشان اتاكد قبل ما امشي اجمعهم لازم يطلعوا يساوي 13500. بكرر الكلام ده بالنسبه لزون 2 وزون 3، بيطلع لي في الاخر التريك تيبل او مصفوفه الرحلات بالمنظر ده، كل الدياجونال 1 1 2 2 3 3 0. ولو جمعت افقي هيطلع لي القيم اللي انا جبتها 1 2 3، لكن طبعا ما جمعش راسي لان لو جمعنا راسي هتطلع مختلفه عن الدي جي. وزي ما قلنا ان الكلام ده صحيح لان النوع ده من المودلز بالنسبه لكم هو مظبوط فقط من ناحيه الاو، مش مظبوط من ناحيه الدي جي. وطبعا ده لانه هو الموديل اسمه سنجل كونسترين، مش مشكلتك في موديل ثانيه بتظبط من الناحيتين. بكده احنا خلصنا الجزء بتاع الريبريسيبيوشن. طب ده بس المطلوب؟ لا، كمان بيقول لي احسب الانسنس ريشيو لو الافرج سبيد على ستريت نتورك 30 كيلومتر في الساعه والاوبزرف تريبس موجوده في التيبل اللي قدامنا. طيب نشوف نعمل ايه. أول حاجة بما إن السبيد 30 كيلومتر في الساعة والتايم نقدر نجيبه من الفيجر، نحسب بقى الديستنس. طيب قبل ما نرجع نشوف التايم، الديستنس بتساوي إيه؟ تايم في السبيد. التايم هنا بالمينت لازم أقسم على 60، يبقى بالكيلو بالساعة ينضرب في الكيلومتر على الساعة يطلع كيلومتر. طيب حكاية من 1 ل 2 9.5 كيلو، عرفت إزاي؟ أيوه، أرجع تاني أشوف من 1 ل 2 أمشي 4 3 7 7 14 و 5 19 19 منت 19 منت. لو ضربتها في 30 على 60 تطلع 9.5، وكذلك من 1 3 ومن 2 ل 1 ومن 2 ل 3 وهكذا. ده الجدول اللي بيديني الديستنس بالكيلومتر. طيب عندي اثنين مصفوفتين، واحده للاوبزرفد اللي معطاها في الامتحان، واحده اللي لسه حاسبها بتاعت الموديل. عشان اجيب الانسنس ريشيو لازم اعمل حاجه اسمها تريبلنس ديستريبيوشن. طب ايه اللينس الموجود عندي؟ طبعا لو عندي في حدود من 5 لحد 5 لحد 10 لحد 15 اعمل 3 كاتيجوري، لو 10 و20 و30 اعمل 3 كاتيجوري برضه، واكثر اعمل 4 كاتيجوري. لكن هنا سهله، مش اقل من 3 كاتيجوري، او يعني لو 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 عندك 3 ما تقلش عنها. فهاخد 9.5 و11 و14، مفيش ما بين من 0 ل 9.5 ومن اكتر من 9.5 ل 11 اللي هي 11 ومن فوق ل 11 لحد 14. طيب الموديل كام؟ اشوف بقى اللي قدامه 9.5 اللي هي من 1 ل 2 ومن 2 ل 1، اشوفها في الموديل كام؟ هل يعني 8775 من 1 ل 2، 4680 من 2 ل 1، اجمعهم على بعض هو ده الرقم اللي 13455. كرر الكلام ده بالنسبه ل 11، 11 فين؟ اللي هو من 1 ل 3 ومن 3 ل 1، اجمعهم 10000 وكذا. بالنسبه ل 14 اللي هي من 2 ل 3 ومن 3 ل 2، يبقى قدرت اجيب كل الموديل بنفس الطريقه. اجيب الاوبزرفر من 1 ل 2 ومن 2 ل 1 7000 و 5000 قصاد الديستنس 9.5 زي ما هو باين في جدول الديستنس. بعمل كل ده بالنسبة للأوبزرفت زي ما عملته بالنسبة للموديل. طيب زي ما قلنا إن هم هنا
يمكن يكونوا متساويين واحيانا مش متساويين. ما يهمنيش، انا يهمني النسبه البرسنتج. بجيب الموديل بقسم 13455 على التوتال اللي هو 37600، بدي نسبه، بجيب النسب لكل الديستانس 9.5 و11 و14، بعمل نفس الكلام للأوبزرف، بقارن بايه؟ بقارن بين النسب. طيب في حاجه اسمها مينيمم برسنتج وحاجه اسمها ماكسيمم برسنتج. عند كل رو، عند كل صف اشوف اظهر واحده فيهم، ما يهمنيش فين، في بين الموديل برسنتج والأوبزرف برسنتج. اظهر هنا 0.36 والاكبر 0.38، الصف اللي وراه الاصغر 0.27، الاكبر 0.34، الاصغر 0.28 في الثالثه و 0.37. بجمع كل المينيموم، بجمع كل الماكسيموم. الانسنس ريشيو هي النسبه من مجموع المينيموم على مجموع الماكسيموم مضروب في 100، يطلع 83.49% من 100. كل ما قربت من واحد كان احسن طبعا، يبقى التو كيرفز قريبين من بعض. ده تريب ديستريبيوشن. طب يا ترى التريب ديستريبيوشن ممكن يجي بأي طريقة تانية؟ هنشوف في الشيت. الحقيقة انه هنا طلب مني برضو ال determine number of percent trips، لكن وداني الفاكتور، وداني ال FIJ هنا function من distance، وقال لي انها DIJ to the power of minus 1. طيب لو لاحظت انه ان قال لي كل زون 5 كيلو، يبقى متوسط الزون 2.5، يبقى نقدر نقول ان الطريق اللي ما بين 1 و2 هو 2.5 و2.5، يبقى 5 كيلو. طب الطريق من 1 ل 3 هو نص الطريق من 1 ل 2، ده 2.5، زائد كامل القيمه من نص الزون، الزونين اللي فوق والزون اللي تحت، ده يبقوا 5 كيلو، يبقى هنا 7 كيلو ونص. طيب احلها ازاي؟ اروح هنا، انا كنت حسبت كل البروديوس تريبس لو اي والاتراكت تريبس دي جي، وطبعا بجيب النسب لانه ما قاليش ان اي جي بواحد او ما قاليش قيمتها، بجيب الاي جي نسب نسبه 13 ل 11 33 و7 66. طيب مصفوفه المسافات زي ما قلنا من 1 ل 2، من 2 ل 1 5، من 1 ل 3، ومن 3 ل 1 7.5، وكذلك من 2 ل 3، ومن 3 ل 2. نرجع للتاني، بص عليهم بسرعة، من 2 ل 3، 3 ل 2 زي من 1 ل 3، ومن 3 ل 1. وبكده يبقى أنا جبت الديستنس مباشرة، ما حسبتهاش، أقدر أوزع بنفس الطريقة، مش هكرر الموضوع ده، ولكن المصفوفة الناتجة هي المصفوفة اللي تحت. في الحالة دي أنا عندي distance زي ما شفنا موزعة ما بين 5 و7.5، يبقى أقدر في الحالة دي أعمل. طيب نكمل الفيديو، خلص قبل ما نكمل الـ distribution. زي ما شايفين جبنا distance من الشكل من 1 و2 و1 و3 وهكذا، ما بين 5 كيلو 7 كيلو ونص. المصفوفتين اللي تحت الاوبزرفد اللي معطاه في الامتحان، والموديل اللي انا لسه حاسبها. طبعا هنا في تو رينجز بس، من 0 ل 5، ومن اكبر من 5 ل 7.5. بحط التوتال تريبس في كل رينج من الموديل ومن الاوبزرفد، واجيب البرسنتج بتاع الموديل بالبرسنتج بتاع الاوبزرفد، بجيب المينيمم والماكسيمم، بجمع المينيمم بجمع الماكسيمم، بقسمهم على بعض بضرب في 100، طلع لي هنا 90.5 برسنت. دي طبعا الانسنس ريشيو. دي بس تكمل عشان الفيديو ما كملش. بالنسبه للمود شويس، طبعا هنا احنا بفكرك بالمساله دي، المساله الاولى بتاعت الامتحان اللي ده شكلها. حسبنا تريب جنريشن، وحسبنا تريب ديستريبيوشن، ودي المصفوفه، وحسبنا الانسنس ريشيو المطلوب. ايوه، determine modal split between cars, minibuses and bus using the following utility function for mode m. طبعا المعادله زي ما احنا شايفينها، بس متقسمه بقى للووك والويت والرايدنج تايم والكوست. وهنا لو تلاحظ الجدول مديني كل القيم
معطاه جاهزه. طيب هو ممكن يبقى حاجه تانية؟ اه طبعا ممكن. في الحاله دي انا بطبق مباشره، وعاده دي بنسميها الافريج مود تشويس، لانه مش من الطبيعي يبقى الكوست والتايم ما بين واحد زون واحد واثنين زي من واحد لثلاثه، لكن دي بيبقى افريج بتاعت الزون كلها، بتديني فكره عن المود تشويس ان جنرال كده كافريج يعني. طيب تطبيق مباشر، تعال نشوف اليوتيليتي عندي. طبق بتيجي بتاعت الكار، واحد ناقص 0.2 في 5 اللي هي الووك تايم، ناقص 0.3 في 0 اللي هي الويت. طبعا قلنا الكار يزيد اون ويت العربيه بتاعته، ناقص 0.1 في 20 اللي هي الرايدنج تايم، ناقص 0.01 في 400 اللي هي الكوست، والكوست هنا زي ما قلنا قبل كده بالبيحصل بالقرش، طلعت ناقص 6 ملحوظه في 99% من الحالات، يوتيلتي بتطلع بالناقص. بكرر نفس الكلام الميني باص من الجدول المعطى، طلعت ناقص 7، وبالنسبه للباص طلعت ناقص 9. احسب موضوع السبريت ازاي؟ احسب بروبابيلتي بتاعت الكار هي الاي تو ذا باور اوف يوتيلتي ماينس 6 على مجموع الاي تو ذا باور اوف يوتيلتي لكل الزون، اي تو ذا باور ماينس 6 زائد اي تو ذا باور ماينس 7 المود الثاني زائد اي تو ذا باور ماينس 9 المود الثالث مضروب ب 170%. بحسب نفس الكلام للميني باص، طلعت 26%. طبعا لو حسبت بالنسبه للباص هيطلع 4%، وارجوك ما تطرحهمش يعني، ما تعملش 70 و26 واحد، لا احسب البروبابيلتي بتاعت الباص عشان تتاكد ان هم بيساووا 100. طيب ده بس المطلوب، لا بيقول كمان كالكوليت الفاليو اوف تايم للووكينج تايم ويتنج تايم والرايدنج تايم بالجنيه ليفري جيبسي انا على الاور اند ديسكاس ذا ديفرنس اوف زير فاليوز. طبعا احنا قلنا انه دايما الفاليو اوف تايم بتساوي البارامتر قيمه البارامتر بتاعت التايم على قيمه البارامتر بتاعت الكوست، وهنا بما ان في ثلاثه تايم يبقى يختلف البارامتر بتاع التايم لكن بارامتر الكوست دايما واحد. طيب نشوف المعادله اهي 0.2 وهقسم على 0.01 تديني الفاليو اوف تايم بتاعت الووك تايم، اهي 0.2 على 0.1 بضرب في 60 على 100 عشان احول من قرش على الدقيقه الى جنيه على الساعه، طلعت 12. بعمل الويتنج طبعا البارامتر بتاعته 0.3 هتطلع 18، والرايدنج تطلع 6، يبقى الووك 12 جنيه لكل ساعه والويت 18 والرايدنج 6. طبعا زمن الانتظار هو اكبر قيمه للفاليو اوف تايم، لانه زي ما قلنا في انسرتينتي يعني انا مش عارف اللي هيحصل، فالانتظار دايما متعب للناس، وذلك قيمته او بيقيموه بقيمه اعلى جدا يعني، ممكن يركب وقت اطول لكن ما ينتظرش وقت اطول. طيب هل ده هل في طرق تانية؟ طبعا في الطريقة التانية اللي في الشيت عندك بيقول اذا الجازولين كونسومشن بيسموها الافشنسي احيانا باللتر بتعطى بديستنس على 5، يعني الكونسومشن بيساوي كام؟ بيساوي ديستنس على 5، يبقى معناها ايه من الافشنسي؟ 5 كيلو لكل لتر، لان لما بقسم الديستنس على 5 بيديني كام لتر ستوليك، يبقى الافشنسي كام؟ 5. ويبقى عدد اللترز اجيبها ازاي؟ بقسم اي ديستنس على الافشنسي اللي هي في الحاله دي 5. وقال ان قيمته ده كان امتحان قديم، قيمه الجازولين برايس او البنزين يعني بنزين ديزل، هو الجازولين يعني بنزين بس يعني عموما الوقود 5 جنيه لتر. ديترمن مودال سبليت بتوين ايتش بير زون فور كار اند باس يوزنج ذا فولوينج يوتيليتي. نفس الحكايه اي ام ناقص بي مجهوله، والتايم ان فيكل كمان مجهوله، المفروض انا اللي احسبها في الحالتين الكار والباص، ناقص 0.004 بالنسبه للكوست جازولين كوست مش معروف، لكن الباص الاجره بتاعته ثابته. بيقول لي هنت هنا بيقول لك دي استيميت البارامتر بي، و بيقول ان الباص كوميرشال سبيد 50%
من الافريج سبيد، والافريج سبيد كانت مقطعه من قبل كده هتشوفها، لكن اهم حاجه بيقول لي الفاليو اوف تايم 15 جنيه على الساعه. طيب اعمل ايه؟ اهم حاجه ان نجيب البي، لان البي اللي هي البارامتر بتاع التايم لما اقسمه على الكوست ونضربه في 60% لازم يساوي الفاليو اوف تايم. يبقى في الحاله دي اهم حاجه الفاليو اوف تايم يساوي 15 بيساوي بي على 1/4 مضروب في 60% بيساوي 15، طلعت البي بيساوي 0.1. يبقى اول حاجه المعادله بتاعت اليوتيلتي بقت اي ام ناقص 0.1 في تايم ناقص 0.004 في كوست. لكن هنا المشكله عندي في ان في ثلاث متغيرات، التايم بتاع الكار، تايم بتاع الباص، والجازولين كوست. طيب نشوف الافريج سبيد 30 كيلومتر كانت معطاه قبل كده، ويبقى الكوميرشال سبيد 50 يبقى 15 كيلومتر. يبقى المودال سبريد بالنسبه للباص والكار لازم احسب قيمه الزمن وقيمه الكوست بتاع الجازولين. افريج سبيد 30 بالنسبه للكار، يبقى التايم بيساوي ديستنس على الافريج سبيد، بس بضرب في 60 عشان احوله بالمنت. والتكلفه سلاك الوقود بتساوي اللتر، طبعا قلنا عدد الالتار اللترات بتيجي من الديستنس على 5 كذا لتر، والكوست بيساوي لتر في 5. اعتقد انها 5، خمسة، معلش في غلطة صغيرة كده، لكن هي 5. والضرب في 100 للتحويل من جنيه لقرش. طيب مصفوفة المسافات كانت معطاة عندي 5 من 1-2، 7.5 من 1-3 وهكذا. يبقى اقدر اعمل ايه؟ باني اقسم الديستنس على الافرج سبيد بالنسبة للكار 30 واضرب في 60، وبالنسبة للكوميرشال سبيد هتبقى السرعة نص، يبقى اقسم على كام؟ اقسم على 15. طبعا متوقع ان الزمن هيطلع اكبر لو السرعه اقل. بالنسبه للكوست دايما 300 قرش للنقل العام، لكن هنا هحسبه كل مره باني اضرب عدد الالتار في 5، وعدد الالتار بتيجي باي ديستنس اللي هي 5 7.5 مقسومه على 5 وهي الافشنسي او استهلاك الوقود. المصرع الاول 1-2 و2-1، المسافه 5 في الحالتين، 5 في 60 على 30 بيساوي 10 منت، الناحية التانية بيساوي 20 منت في الباص. اللتر 5 كيلو على الافشنسي 5 بيساوي 1 لتر بيساوي 500 قرش الاستهلاك. وبالتالي يبقى اليوتيلتي بتساوي 2 ناقص 0.1 لسه جايبها البي مضروبة في 10 دقايق ناقص 0.004 في 500 بيساوي ناقص 1. على الناحية التانية مفيش اي ام، ناقص 1 في التايم 20 زي ما قلنا عشان السرعة أقل. وطبعا الكوست ثابت يبقى 3.2 من 10. اقدر احسب probability e to the power of utility على مجموع e to the power of utility لكل الحالات. يبقى انا جبت هنا 10% 90%. السلام عليكم. برضو الفيديو خلص من 10 دقايق قبل ما نخلص المول شويس. في الجزء الاخير اتكلمنا على المسار من 1-2 و2-1، فكركم تاني بالمساله، لكن وطلع طبعا النسبه 90% للكار و10% للباص. طيب يا ترى من 1-3 و3-1 ومن 2-3 و3-2 اللي هيحصل؟ مسافه واحده ديستنس 7.5، وبالتالي التايم هيبقى 30 دقيقة في الباص و15 دقيقة حسب السرعة. الكوست في الباص ثابت 300، وهنا الكوست 750 بيستر للكار. بحسب اليوتيليتي ناقص 2.5 للكار وناقص 4.2 من 10، بجيب النسبة بنفس الطريقة المود تشويس بيطلع 4.86 من 10 و15 من 10. عشان ما غلطش احط النسب بتاعت كل واحد في مصفوفة مخصوصة. يبقى هنا من 1-2 و2-1 بالنسبة للكار 90% والباقي كلهم 4.86 من 10، والناحية التانية 10% اللي قصاد 90، 15.4 من 10 قصاد 4.86 من 10. ده
اللي هستخدمه بعد كده في ايجاد عدد الرحلات لكل مود على حاجة عشان اعمل بيه الاساينمنت. لكن قبل ما امشي من هنا عايزين نفترض افتراض، ودي تيجي في بعض المسائل، افرض انه الباص ما كانش متاح في كل مكان، فلنفرض انه مش باص حتى، انه ترام، والترام له خطوط معينة ممشيش في كل الاماكن. ونفرض اني جيت لك هنا والمسألة دي، وبدل ما اقول لك ان في باص سيستم، لا ده انا قلت انه مثلا انه الترام هيبقى موجود في المسافة او الجزء ما بين واحد واثنين بس، يعني واحد ثلاثة وثلاثة الواحد، اثنين ثلاثة وثلاثة اثنين ما فيهمش ترام. يا ترى ايه اللي هيتغير لو ده كان الحال؟ نشيل البوينتر. طيب يعني يحصل ايه؟ يحصل ايه اللي من واحد لاثنين بس اللي فيهم؟ كان ده هيبقى تمام 90% و10% مظبوط. لكن يا ترى كان هيحصل ايه من اثنين لثلاثة ومن ثلاثة لاثنين؟ بدل الباص حطينا ترام، وترام موجود من واحد لاثنين بس، مش من واحد لاثنين بس، مش من اثنين لثلاثة، مش من واحد لثلاثة، او العكس. في الحالة دي هيبقى بدل ما اعمل مود شويس هيبقى على طول 100% للكار وصفر للترام او النقل العام في ايا كان. وهيبقى بس من ناحيه النقل العام في 10 و10% ما بين واحد واثنين واثنين لواحد، 90% للكار، لكن بقيه المصفوفه هتبقى 100% للكار وصفر في الناحيه الثانيه. الحكايه دي مهمه، مهمه جدا، لانه كتير من الاحيان لما بتيجي محدد مكان النقل العام الناس بتطبق المسألة على كل من زون لزون، والحقيقة ده مش صحيح. لازم تطبق بس على المكان اللي فيه المودز افيلبل، والباص طبعا بيبقى افيلبل في كل مكان، ميني باص افيلبل في كل مكان، لكن لو خط ترام او كده محدد او قطر لازم اعرف فين ويوصل من انهي زون لانهي زون. مهم جدا الكلام ده. طيب ايه اللي فاضل قبل ما اوصل للاساينمنت؟ في جزء مهم جدا ولازم اشوفه. نرجع للمساله الاولى، بفكركم بيها، هي دي المساله الاولى، وحسبنا زي ما قلنا كل وحسبنا كمان المود شويس بتاعنا، وبقى 70 و26 و4% زي ما قلنا، وما عملناش حتى المصفوفة يعني. تعال نشوف هنعمل ايه لو قال لي كالكوليت التوتال فيكولر تريب تيبل، دي اللي عملها اسايمنت بعد كده، يوز افريج مودال سبليت، اسيوم البيك اور فاكتور 20% بي اتش اف، كونسيدر ان افريج اوكيبنسي ار 1.5% على الكار و14% على الكار للميني باص. يبقى في الكار 1.5 14% باص، وبالنسبة للباص نفسه من هنا كان في 3 مود 40% على الباص. أسيوم كمان الميني باص 1.5 بي سي يو والباص 2.5 بي سي يو. تعال نشوف دي المصفوفة الأولانية طالعة من التريب ديستريبيوشن، وهنا أنا عايز أحسب المصفوفات كلها، الفيكلر تيبل، فكرة التيبل بالنسبة اللي هيمشوا على الطريق يعني. هما كلهم بيمشوا على الطريق، العربية والميني باص والباص. تعال نشوف هنا، أنا عندي النسب البروبابيلتي اوف كار، كان افريج فكان البروبابيلتي اوف كار كام؟ شايفين 70% والميني باص 26 و4% الباص. يبقى هنا اضرب كل قيمة 8700 مثلا 75 بضربها في البروبيتي بتاعت الكار 70% بي اتش اف 20% وبقسم على الاوكيومنتسي 1.5 وبضرب في البي سي يو بتاعتها او قيمة تأثيرها في المرور بواحد، وبيطلع المصفوفة كالآتي.
بالنسبة للميني باس عندي 26%، يبقى بضرب كل الاو دي في 26% في 0.2 برضه، والبي بيك اور فاكتور، ولكن بقسم على الاوكيوبنسي مختلفة اللي هي 14. ولكن كل عربية، كل ميكروباص، كل ميني باص تأثيره على المرور 1.5، فبضرب تاني في 1.5 فيطلع لي الرقم اهو. نفس الحكاية بالنسبة للباصز 0.04 بس 4%، 0.2 على 40، ان كل باص مشي 40، لكن تأثير الباص في المرور 2.5. في الاخر كل ده بجمعه لان كلهم ماشيين على الطريق، وبيطلع لي المصفوفة الاخيرة هنا بالفيكل trips per hour. vehicle trips per hour الاولانيه خالص اللي فوق personal trips per day ضربت 0.2 عشان اجيبها بالاور، سمت على occupancy عشان اجيبها بالفيكل، وضربت طبعا في تاثيرها سوري ضربت في تاثيرها في المرور اللي هو 1.5 و2.5. ده تمام. طب هل في حاجه ثانيه او طريقه ثانيه؟ نروح على المساله الثانيه ونشوف. بيقول لي برضه كالكوليت كار بيكر تريب اند باس بيرسونال تريبس اسيوم بيك اور 16 وكونسيدر الافرج كار اوكيبانسي 1.6. طبعا انا كنت حاسب المصفوف النسب بتاعت كل واحده، لان هنا مش افرج، دي نسب ما بين كل زون وزون. طب اعمل ايه؟ دي البيرسونال تريبس بير اور 4 بيك اور 16% 10.6. بالنسبه للكار بضرب المصفوفه اللي طبعا بتريب ريسبيوشن بضربها في 16%، بضربها في البروبيلتي بتاعت الكار، بضربها 16% اللي هي البيك اور فاكتور، وبقسم على الاوكيوبنسي اللي هي 1.6، وطبعا البي سي يو بتاعتها بواحد. هنا ماليش حاجه على الاوكيوبنسي بتاعت الباص، فاعترض وطبعا بيطلع رقمهم صغير في الحاله دي، انا ما قاليش، بفترض انها مش ضروري يعني بهملها، لكن بجيب لها بيرسونال تريبس. بيرسونال تريبس ليه؟ لاني ممكن اعمل اساينمنت للنقل العام بالبيرسونال تريبس 16% عشان اجيب بيك اور فاكتور، وبضرب في البروبابيلتي بتاعت الكار لكل انترتشينج ما بين 1 و2 و1 و3 و1 و4. في النهايه هيطلع هنا بالفيكل على الاور بالنسبه للكار، وهيطلع بالبيرسونال تريبس على الاور بالنسبه للباص. ولما اجي اعمل اساينمنت هعمل بس الكار في الحاله دي، لانه ما ادانيش اوكيوبنسي بتاعت الباص، وغالبا بيتم اهمالها. الموضوع ده مهم، وزي ما انت شايف في فرق ما بين انه يبقى افريج وبين يبقى في قيمه الكل ما بين كل زون وزون، وطبعا بيبقى هنا التايم مختلف في للباص وللكار حسب الكوميرشال سبيد او الافريج سبيد. بيبقى جازولين كوست الكار مختلفه لان بتبقى حسب الديستنس، والإفشنسي بتبقى كذا لتر كذا كيلو على اللتر، وكمان قيمة اللتر بيديني بقدر أحسب. طيب ده الجزء الأخير بالنسبة للتريب أساينمنت. بعد ما عملنا المصفوفة الفيكل تريبس وحسبنا لكل واحدة القيم بتاعتها وجمعناها مع بعض الكارز والميني فان والباسز، وطبعا دي المساله الاولى. والمطلوب دلوقتي رقم 7 بيقول assign the vehicle trips from zone 1 to both zone 1 and zone 3، طبعا هي to zone 2 and 3 to the network using the capacity restraint assignment technique. All links have a 480 vehicle per hour capacity. طيب يبقى المصفوفه اللي تحت دي المصفوفه المجمعه هنعمل لها assignment بس فقط من 1 لـ2، من 1 لـ3، اللي هم 873 471 using لولو ناسنج ويز كاباسيتي ريسترين. لولو ناسنج ويز كاباسيتي ريسترين هناخد 50 30 20%. اول حاجه بحدد المسار الاقل، المسار من 1 إلى 2 هو دي و اي، والمسار من 1 لـ3 اي بي ان سي. طبعا الاجزاء اللي طالعه من الزون نفسها من 1 و2 و3 لحد الشبكه دي اجزاء ما فيش غيرها، فمش داخله من ضمن المسارات الاختياريه يعني. طيب نعمل ايه؟ 50% من 873 437، 50% من 471
اللي هو من 1/3 236. اعمل لهم assignment، وبعد ما اعمل لهم assignment update التايم طبعا بالمعادله اللي هي الفا ب 15% وبيتا 4. وبعد ما اعمل اللي هو باللون الازرق ده فوق هنا، وكمان هنا باللون الاسود تي دي وتي اي، بجمع تاني طول المسارات المختلفة، لقيت ان نفس المسار هو مازال المسار الاقصر. الحقيقة المسألة دي كانت فيها سهولة شوية من ناحية، لكن ما يمنعش انه بعض الاحيان بعد ما تابديت المسارات اللينكس اللي عندك انه يطلع المسار اللي استخدمته اول مرة خد 50% مش هو الاقصر وتختار مسار تاني، لكن نفس التكنيك. خلاص لقينا نفس المسار هو الأقصر، نحدد 30% في 260 141 ما بين 1 و2 و1 و3 على الترتيب، نعمل لهم أساين. طبعا عشان نعمل لهم أساين ضيفهم على الترافيك اللي موجود أصلا، ف 260 هتنضاف على ال 437 الأولانية، فهيبقوا مجموعهم 699، وال 141 هتنضاف على ال 236 الأولانية فهيبقى 377. نفس الكلام احسب، اعمل ابديت للتايم واحسب تاني من المسار الاقصر. الحقيقه هو برضه نفس المسار، اخيرا هعمل 20% واعمل ابديت للتايم، مفيش حاجه بعد ال 20%. لكن هو ده التكنيك اللي ممكن نشتغل بيه 50 30 20، ولو تفتكروا في مساله في المحاضره عملناها برضه بنفس الطريقه. طيب هل في حاجه تانيه ممكن تعمل؟ مثلا في المسألة التانية بتاعت الشيت، وحاول أفكرك بيها. احنا عملنا حسبنا المصفوفة كلها اللي هي بتاعت الفيكل بر اور بالنسبة للكار على اليمين تحت، وقلنا الباص لأنه مدنيش الكيبنسي خلاص هعمله، وهو لما أقسم على 40 ولا 50 هيطلع كله عدد واحد باص اتنين باص ثلاثة باص بالكتير. المهم طيب ايه المطلوب؟ المطلوب رقم 6 assign car vehicle trips table to street network using all or nothing with capacity restraint. assignment technique نفس الطريقة، assume all links with 400 vehicle per lane per hour capacity و 2 lane per direction وال V over C power البيتا يعني بتساوي 2. عايز يعمل assignment بال all or nothing with capacity restraint. هاخد المصفوفة كلها عايزه تتعمل لها اساين، مصفوفه قدامي اهي. هنا بقى ملحوظه مهمه جدا ان طريقه الشبكه ما خلتش في مسارات متعدده بين كل زون والتاني، يعني من 1 2 هي هو نفس المسار A وB، من 1 3 A وC، من 2 3 B وC، ما فيش. يبقى ما فيش حاجه اسمها اول اور ناثينج وذ كاباسيتي ريستريند، هي اول اور ناثينج، ما فيش غير حل واحد ومسار. هعمل لهم assignment زي ما انت شايف، وهعمل update للتايم. مفيش داعي اعمل update للتايم لانه خلاص هو المسار واحد، لكن عملت update للتايم فقط لان في مطلوب تاني. عمل update للتايم اهو عشان بعد كده نشوف ايه اللي هيحصل. ايه بقى المطلوب التاني؟ المطلوب رقم 7 بيقول لي if a new express highway، express highway طريق سريع propose that عمل to build to be built directly to connect zone 1 و3، هيربط 1 و3 بس. Reassign car vehicle trips using equilibrium assignment. The express road 6 km long and speed limit 60 will assume 600 vehicle على كل لين الاور capacity will 2 lane only 2 attrition plus the initial. ده كلام كنا بناخد فرانك وولف زمان. خلاص سيبك من حكايه ال 2 attrition دي، لكن هنعمله بوردروب زي ما اتعلم. زي ما قلنا قولوا ناثينج، خلاص دي اول اساينمنت، عملنا ابديت للتايم، ده الوضع النهائي بتاعي. طب ايه اللي هيحصل لو حطيت الطريق الجديد اللي هو طوله 6 كيلو وسرعته 60 كيلومتر في الساعة، يبقى الزمن بتاعه 6 دقايق. طيب والازمنة زي ما انتم شايفين بعد الابديت الاساينمنت الاولاني، والحقيقة ان كنت لو تشوف كنا حاسبين الزمن ابديت مثلا تي اي محطوط 1039، وهو مجموع كل التريبس اللي جايه من واحد
من واحد لتلاتة فبتعدي على ايه، ومن واحد لاتنين بتعدي على ايه، فمجموعهم 1039. لا هنا، لا هنا هنفترض ان واحد تلاتة لسه ما اتحطش، فهحط كل الترافيك من غير الترافيك بتاع من واحد لتلاتة ومن تلاتة لواحد، اللي هو كام؟ من واحد لتلاتة اللي هو 294، وتلاتة لواحد اللي هو 574. دول هشيلهم من المعادلة، فال 1039 او نانيني هتبقى 519. المهم مش هعمل اساينمنت من واحد تلاتة وتلاتة لواحد، هعمل اول ناسف زي ما كان واعمل ابديت للتايم. ليه؟ لان من واحد لتلاتة هتبدأ تختار ما بين تمشي على ايه انسي ولا تمشي على الطريق الدايركت مباشره. عشان نعملها بورد رو لازم نفترض الاتي. نفترض ان الزمن الفوليوم اتقسم اتنين، يبقى الفوليوم الاولاني اللي هو 696 هنضيف عليه في فوليوم واحد، وطبعا الطريق الجديد ما لهوش حاجه، الطريق الاولاني اي وبي وسي عليهم الفوليوم اللي هي اول ناصي ما بين واحد واثنين، وما بين اتنين وتلاته، وتلاته اتنين، واتنين لواحد. لكن واحد لتلاته هيتقسم في واحد هتروح عن الطريق القديم A و C تنزل لتلاته، وبعدين من واحد لتلاته الجزء التاني اللي هو في اتنين هيمشي عن طريق واحد تلاته عن طريق الاكسبريس واي. مجموعهم هو القيمه اللي احنا متفقين عليها قبل كده، وتعال نشوف اللي هي مجموعها هنا 294. المعادله بتقول هتحط زمنين، الزمن الاولاني مكون من اي زائد سي اللي هي 5 في 1 زائد 15% افتح قوس 696 زائد في 1 ما اعرفهاش على 800 طبعا القديمه تولين في 400 زائد ال 10 اللي هي الجزء السي مضروب في نفس الكلام زائد كان عليها 190 اللي هي كانت جايه من 2 ل 3، والفوليوم في 1 الجديد يبقى ده الزمن اللي على المسار A بلس C، ده هيساوي الزمن على المسار الجديد اللي هو 6 التي نود بتاعتها في 1 زائد 15% في 2 معرفوش برضه، مقسومة على 1200 اللي هو تولين في الكباسي الجديدة بتاعة الطريق السريع، المفروض دول يتساووا ببعض، يبقى في 1 زائد في 2 هيساوي 294. تمام؟ طيب ادي معادلة ودي معادلة تاني، نعوض من المعادلة اتنين في المعادلة واحد، من حل المسألة نلاقي انه المعادلة ملهاش حل. يعني ملهاش حل؟ يعني مفيش رقم يتوزع ما بين في واحد وفي اتنين، أو إن أحد القيم هتبقى قيم سالبة، وده معناه إنه في اتنين هي هتاخد كل القيمة 294. ليه؟ لأن هي 6 دقايق فقط، ومهما حطيت عليها هتزيد شوية هتبقى 6 و5، الطريق سريع والكباسي بتاعته كبيرة، وطبعا الطريق التاني اللي شايفه بعد الابديت المرة الأولانية كان 5 57 زائد 10 يعني 15 دقيقة، أظن 6 دقايق و5% ده كلام مش طيب معلش في جزء بسيط كده في الاساينمنت هنكرر تاني اللي احنا قلناه، والمطلوب في المطلوب 7 ان احنا نعمل طريق سريع طوله 6 كيلو 6 دقايق لان سرعته 60 والكباسي بتاعته اعلى شويه، فطبعا احنا هنحط فقط التريبس اللي هي ملهاش حل من 1 ل 2 من 2 ل 1 من 2 ل 3 ومن 3 ل 2، اما من 1 ل 3 فهنسيبهم هنعمل لهم assignment بورد رو، لان لهم طريقين اما يمشوا عن طريق اي سي او عن طريق السريع. فخلاص عملنا الاساينمنت بتاع التريبس الفيكلر تريبس اللي هتمشي ضروري، وعملنا ابديت للتايم، وبعد كده قلنا انه التريبس اللي هي من واحد لتلاتة وقيمتها 294 هتتقسم إلى جزئين في واحد وفي اتنين، في واحد هينضم على القديم اللي هو 696 اللي تم الأساينمنت بتاعه، هيمشي على A وبعدين يمشي على C وينضم على ال 190 اللي موجود.
طيب والجزء التاني في اتنين هيمشي الطريق الجديد ما مشاش عليه حاجة لسه، وهنسويهم ببعض زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ان مجموع A و C لازم يساوي الطريق الجديد اللي هو احنا سميناه X دلوقتي. ويبقى في معادلتين، المعادلة بتاعت تساوي الأزمنة اللي قدامكم، والمعادلة اللي بتقول ان في واحد زائد في اتنين بيساوي 294. لما حليناها تطلع ان ملهاش حل، مسألة من الدرجة التانية، أو بيطلع قيمة سالبة في واحد، معناها ان في اتنين هياخد كل التريبس، لأنه الحقيقة زمن عليه قليل، لو 6 دقايق زي ما انتم شايفين، والقديم قبل ما احط البي واحد على المسار التاني اي زائد سي كان 5 وشوية و10 وشوية، يعني 15، ومهما زودت على الطريق السريع والكباسي بتاعته عالية جدا مش هيزيد قوي، هيزيد حاجة بسيطة، وبالتالي هياخد كل بي 2، يبقى مفيش بي 1، لا في 1 عشان تتساوى مع الطريق ده يتساوى مع الطريق دي، بي 1 تبقى بالناقص، وده مش هيحصل، يبقى كل البي 2 هي كل القيمة 294. وده هيبقى الحل بتاعي. طيب لما نروح لثلاثة، من ثلاثة لواحد نفس الحكاية، هاخد برضو الفوليوز القديمة وهضيف بقى، هيمشي من الناحية التانية، الـ V1 هيمشي مع الـ 509 ويمشي من فوق في الـ C يعني، ويمشي من فوق مجموعة الـ 519، أما الـ V2 هتمشي بتلاتة لواحد على الست دقايق، هساوي الاتنين ببعض A زائد C بيساوي الجزء بتاع الطريق الجديد، وملاحظ طبعًا الكباسي بتاع الطريق الجديد 1200 في الحارتين مش 800 زي ما الطريق العادي، مجموع V1 زائد V2 بيساوي 574. برضه لو حليناهم هتطلع مفيش قيمة سالبة أو تخيلية، وده معناه إنه الطريق الجديد هياخد كل الفوليوم. زي ما أنت شايف إنه 574 294 تحت تعمل لهم أساينمنت بالكامل على الطريق الجديد، وده الأساينمنت الكامل. طبعًا بتلاحظ هنا إنه يمكن التايم على الطريق القديم A و C أو C و A مش زي الطريق، بس هو ده اصله، ده الاول اور ناثينج بتاع اللي ماشي من 3 ل 2 ومن 2 ل 3 ومن 1 ل 2 ومن 2 ل 1، ملوش دعوه خالص بالطريق الجديد، مش هيمشي عليه اصلا، ما فيش طريقه يروح له بيها، وبالتالي يبقى من ناحيه 3 شال كل الحمل من على الطريق القديم وخد كل التريبس من 1 ل 3 ومن 3 ل 1. الحقيقه طريقة ووردروب في الإكوليبريم طريقة ممتازة جدا، وأرجوك تهتم بيها. وبكده يبقى أنا خلصت المراجعة عن الأفكار اللي ممكن تيجي في كويز أو في امتحان أو في أي حاجة عشان تبقى فاهمها كويس يعني. أشكركم، السلام عليكم.